مع إلياس. مع إلياس برنامج يومي كيهتم بقضايا الرأي العام والقضايا الساخنة والأكثر رواج. مع إلياس كنناقشوا وكنحلوا بطريقة مهنية بكل مصداقية وأمانة. الله يخليكم. اللي دخل يدير بصمة بشرة لفلايك نوصلوا ليها إن شاء الله الإخوة والأخوات، يعني بالمساعدة ديالكم بالدعم ديالكم بالبارتاج ديالكم. وموضوع يعني أهم مما يتصور الكثيرون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله أخي الفاضل، الله يحفظك. مرحبا. أولا كنشكرك على إثارة مجموعة من المواضيع اللي دلت على شيء ما تدل على الغيرة ديالك وعلى الخوف ديالك على مصالح هذا الوطن اللي هو الوطن ديالنا كافة أجمعين. بارك الله فيك. هذا الصوت هذا مغربش علي، هذا الصوت ديال الأخ إبراهيم، أليس كذلك؟ الله يبارك فيك إبراهيم، صاحب قناة صاحب قناة أناليزياك. نعم سيدي. والله إلا عرفتك من الصوت. تفضل أخي إبراهيم، مرحبا، حياك الله. فبالنسبة لواحد صحيح أنه في مجموعة من المواقع يعني لقيت أن الناس اللي كيتكلموا على هذيك الجزائرية كيقولوا أنها جاسوسة جزائرية، وهي أصلاً راه كاين فرق ما بين العميل والجاسوس. العميل هو اللي فقط كيكون غبي وكيدار باش يدير واحد الفتنه وكيتخلص عليها، وهذا الشيء مثل واقع مع هذه السيده ان العائله ديالها راه كاينه في الجزائر كتاخذ الاكراميه بالدولار وهي كدير لينا الفتنه في هذه البلاد. فكيف ما شفتي السي الياس، احنا غادي نتكلموا وغادي نتكلم معاك بمفهوم المخالفه، ولو ان هذا مفهوم المخالفه هو مصطلح فقهي. نقلبوا الادوار ونفترضوا انه شي واحد مغربي كاين في الجزائر وكيخرج بهذه التصريحات، اش كان غيكون المآل ديالو السي؟ جاسوس، وغيكون الحكم عليه بالمؤبده والاعدام اكيد. او الاعدام. احنا بالامس القريب شباب في زهره العمر فقط اخذهم التيار الى المهنه الاقليميه الجزائريه، فقام الخفر ديال البحريه الجزائريه بالاعدام ديالهم. انا اقول واتحمل مسؤوليه السي الياس، قاموا بالاعدام. هذا واضح معروف انهم يعني لانه ما يمكنش يكون اطلاق النار الا بعد استشاره عسكريه، والقرار العسكري باطلاق النار هو بمثابه حكم بالاعدام. برافو. حنايا ملي كي مثلا كيكون عندنا شي واحد في شتي هاد الناس دابا راه ما كياكلوا الغله وكيسبوا المله، هي كتبنا انها مغربيه، شويه تتضارب الاقوال وكتسيء يعني ايما اساءه بان احنا راه كنعيشوا في الجوع وبانه ما كاينش ما يتكال وبان كتخلي الولدها لما كتفزقوا بالخب، يعني الخبز كتفزقوا بالماء وهاد الامور كامله. السلام عليكم، انا من وجده وجيت الباب سبته، جيت باش نحرق وبغيت نحرق، وماشي غير اليوم وماشي غير غدا، الا فلت اليوم ما تفلتش غدا، والا فلتت غدا ما تفلتش غير غدا، مهم حارقه حارقه. انا كنبغي بلادي وكنموت على بلادي، ولكن بلادي ما عطاتنيش، بلادي ما عطاتنيش الطب، بلادي ما عطاتنيش العيش الكريم اللي بغيت نعيش به، ما لقيت باش نوكل ولدي مريض، كنمشي للسبيطارات كيقولوا لك ما عندكش الحق خصك تخلصي 40 درهم. ولدي دابا خليته بالجوع، ولدي دابا خليت ما ترطب له الخبز والماء وتقول له كولا ولدي، سكت ولدي 6 سنين سكت ولدي، انا بغيت نعيش، انا بغيت ندخل اوروبا باش نعيش، باش يعيش ولدي. يعني من اجل الاطاحه ومن اجل الاساءه يعني السمعه ديال المملكه المغربيه. فحنايا مثلا الى شي واحد مثلا جروا غير التيار، لحقاش هادشي راه كيوقع حتى عندنا حنا الجزائريين، كيدخلهم التيار المهنه الاقليميه المغربيه، عرفتي كيفاش كيتعاملوا مع البحريه المغربيه؟ يا اما ملي كيكونوا قراب كيرجعوهم ديك الساعه وكيتم الارشاد ديالهم، يعني التيار اللي غادي يردهم للمهنه الاقليميه ديالهم، او كيدخلهم وكيتحرر لهم واحد المحضر وكيدوزوهم اخويا الياس المعبر ديال جوج بغال، اظن راك تعرفوا المعبر ديال جوج بغال اللي حنايا المغاربه كنسميوه جوج بغال، والجزائريين كيسميوه معبر العقيد لطفي اللي كيوقع بمغنيه عندهم هنا وعندنا حنا بمدينه وجده، راك عارف المعبر ديال جوج بغال؟ نعم كيسميوه نعم من تما معززين مكرمين. نعم. فحنايا كنشوفوا هاد الناس داخلين هنايا، هادي راه اختراقات، هاد الناس راه خصهم يتعاقبوا باش يكونوا عبره لواحد الناس اللي هما يعني كتخول لهم نفسهم انهم فقط غادي يجيو يعني على مستوى السوشيال ميديا غادي يدخلوا هنايا للمغرب وغادي يبداو يعطيو التصريحات. دابا لحد الان اخي ابراهيم حسب يعني الاحصاءات الرسميه تم اعتقال 160 جزائري، هادو الجزائريين الكراغله، في نظرك يعني شنو واش خص الترحيل ديالهم ولا خص اشد العقوبات؟ وكتظن واش كتظن ان عندهم اجندات معينه ولا غير دايزين من اجل العبور او من اجل الحريق من هنا، علما ان الحريق عندهم من تما انا الليل واطراف النهار، ما رايك؟ سي
ديالي راه غير الاسبوع اللي كان قبل سمعنا الاعتقالات ديال الجمله المغاربه اللي عندهم اقامه تما وعندهم سكن مشاريع تما وكيعيشوا تما يعني بطريقه قانونيه وكيتم توفير التهم لهم كيتعاقب هاد الناس داخلين عندنا هنايا مرحبا والف مرحبا كنعرفوا جزائريين على الراس والعين لكن باش تدخل نتايا في واحد التوقيت اللي هو اصلا كاينه واحد المؤامره وكاينه واحد الدسيسه هذا الفيلم اللي مديور دابا ديال هاد 15 سبتمبر بالصميدق راه فيلم ولكن رب ضاره نافعه خاص تعرف ان الاتحاد الاوروبي راه غادي يرفع من قيمه المساعدات للمملكه المغربيه بعد ما كان 40 مليون دولار سنويا وصلت ل 150 مليون دولار غادي يزيدوا يرفعوا لانه كيبان لهم الخطر كيبان لهم الخطر ثاني شكي طبعا خطر وكاين مجهودات كبيره وكاين مصاريف كاين مصاريف نعم استغل الفرصه الاخ ابراهيم ونسالك اكيد انك يعني شاهدت الفيديو وتبعت كنظن التداعيات ديال المقطع ديال المدعوه الراقصه هيام صاحب قناه اللي غادي 700 الف مشترك واللي انتشر المقطع ديالها وهي تسب جلاله الملك انتشار النار في الهشيم بطريقه فجه بسب ويعني وتوصيف اللي هو صراح بواح ولحد الان لم تعتقل علما انه يعني غير انا درت لايف فيه 100 الف مشاهده ولايف فيه يمكن 45 الف مشاهده بخصوص الموضوع يعني ناس كتار مواطنين مغاربه ولا واحد يتضامن معها الا بعض الخونه والانفصاليين وبعض المرايقيه اللي كيتفرجوا فيهم الجزائريين اذا مازال لم تعتقل حتى اكون مختصرا لم تعتقل لحد الساعه كيفاش كتحس او كيحسيتي ملي سمعتي وعلما حتى نحط في الصوره دارت 8 ديال اللايفات من وراء هذاك هي في 24 ساعه الاخرى كلها سب وقذف في الشعب المغربي شنو رايك اولا الياس واش صدفه انك دوي معايا انا في هذا الموضوع وهي كانت جارتي يعني الحيط لصق الحيط هكاك لم اكن اعلم الحيط لصق الحيط تعرفني انني والدار البيضاء الحي المحمدي وهي سكنت في الحي المحمدي راه كان الحيط لصق الحيط هذيك السيده راه كانت يعني تتطاول على الذات الالهيه كانت كتصب الرب ويعني بزاف ديال الامور اللي انا كنترفق انني نقولها باش ما ندخلش في الخصوصيات لان الانسان راه من المبدا ديالنا سي الياس الاخلاقي والديني الانسان وان اساء اليك احسن اليه لا لا تحسن الى الانسان مره وجوج وكذا اما الانسان اذا بالغ وتجاوز وكذا فوجب فضحه ومعاقبته ومعاقبته ما ندوزوهاش لها حنا ما غندوزوهاش لها حنا ما غنسكتوش غير هو انه يعني انك تنتكلم على النيابه العامه وبعض الجمعيات ديال المجتمع المدني انها ما كتمش المتابعه ديال هذه السيده فحنا ولينا كنخافوا من التطبيع مع هذه الاساءات اللي كتمس المقدسه خصوصا انه ملي سيده كتسب السده العاليه ديال علانيه كتسب الشعب المغربي يعني واش عذر انك تقول لنا ديك السيده الله راه حمقى ما عرفتش كتقول الى حمقى سي الياس راه كتعرف تدخل البارامتر ديال اليوتيوب تعرف تحيد المكالمه وكتفعل 8 ديال اللايفات في 24 ساعه وكتفعلهم بالاشهار بالارباح بالاموال تترعرع وبالاشهارات المتعدده داخل الفيديو وكل شيء اذا غادي تجي لي تسميت وهي راه عارفه بان هذه المساله راه مدره للدخل ومدره للربح وكتجلب المشاهدات راه مثلا واخا الناس ما كيتفقوش معاه ولكن كيبغيو يدخلوا يشوفوا التطاول اللي وصلت ليه السيده من باب الفضول ومن باب يعني يا صديقي نعم تعرف بان هذه السيده اول ما جات الحي المحمدي راه جات على اساس راه زوجها تخلى زوجها في السعوديه وهي راه باغا تكري غير بيت راه ما يجي الزوج ديالها واحد السمسار الله يسمح لي جابها ورانا صاحبي راه ما كناش كنعسوا هاد السئيليه ميكروبه ميكروبه حقيقيه راه هادشي اللي دايره دابا ولكن بعض الميكروبات اللي هي نافعه صاحبي ما تتهمش ليا الميكروبات تعتبر ليا الميكروبات قدام هاد الوباء هذا هاك محمد السادس تفرج فيها اذا الملك خط احمر اخوان هاشتاج الملك خط احمر خط احمر شكرا هذه المساله يجب مراجعه شو الى غنطيحوا في التطبيع مع هذه المساله هذه اكيد كل من هب ودب انه يجي ويسيل لصاحب جلاله وهذا امر مرفوض بالبتة شكرا لك 10 دقائق في المداخله كنشكرك جزيل الشكر على المداخله القيمه اخي ابراهيم صاحب قناه اناليز شكرا شكرا جزيلا لك نعطيه فرصه اكبر عدد من المتدخلين مشاهدينا الكرام ان كانوا اخوان واخوات كيتصلوا نفتحوا الخط يعني اكبر عدد ممكن حتى
يعني نستفدوا اكثر. بالنسبه للملك خط احمر، نعم هاشتاق الملك خط احمر، اعتقال الراقصه هيام، اعتقال الراقصه هيام واجب وطني، ما كاينش التسامح ولا التطبيع مع من يسب جلاله الملك باش يربحوا الفلوس باب خالف تعرف باش يطلعوا المشاهده. اذا غنقولوا الو السلام عليكم، ناخذ مداخله اخرى. مرحبا سي هشام. الى جميع المغاربه الله يحفظك سيدي هشام، هذه الحلقه على هذا الملك المغربيه وهذا الوطن الحبيب وملكنا الحبيب، كل ما تطرقت اليه اخي الياس فهو واجب وطني على كل مواطن المغرب والمغربيات. حنا كنعرفوا من تطاول على ملكنا الحبيب الغالي على قلوبنا وملكنا خط احمر، لا يجب على اي شخص ان يتجاوز هذا الخط، ويجب على السلطات التدخل بسرعه، لاننا راينا منذ ايام هناك بعض الناس اللي كيطاولوا على الوطن الحبيب الغالي على قلوبنا، كيطاولوا على السلطات وكيطاولوا على الرموز الملكيه، وهذا الشيء غير معقول. احنا كاوروبي في اوروبا كنعيشوا في اوروبا وكنحاربوا هاد الاوباش وكنحاربوا هاد الناس، هاد الناس المسخ نتاع المغرب اللي المغاربه هما اللي شجعوا وزادوا ليهم في القناه نتاعو. احنا كمغاربه ما كنسمحوا لحتى شي شخص انه يطاول على المملكه المغربيه نتاعنا. وخصك تعرف اخي الياس هاد الناس مدعمين من طرف جزائريين، وانا طلعت واحد المنصه اعلاميه واننا اعطينا الوثائق والحقائق والدلائل انه مدعمين من جزائريين وهما اللي كيدعموهم باش يسبوا ويقذفوا في المملكه المغربيه، وهذا الشيء ما غنسمحوش فيه وما عمرنا غنسمحوا فيه بفضل الدكاتره نتاعنا وبفضل المؤثرين المغاربه بحالك انت وبحال الاخوه الكرام اللي عندهم الغير عن هذا الوطن. وما خصنا شيء نوقفوا عند هذا الحد، دائما يجب التصدي لهؤلاء الناس، لهؤلاء الاوباش كما قال الحسن الثاني رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. خصنا نوقفوا الظلم ونوقفوا لهم سد مانيع ونطالبوا السلطات كما كنقولوا باقصى العقوبات والتدخل السريع. الى خلينا هذا الشيء يتفشى كنا على اليقين من هب ودب سوف يشتم هذا الوطن وسوف يعني يتجرأ على الرموز الملكيه، وهذا الشيء هو خط احمر. ملكنا الحبيب الغالي على قلوبنا ما يمكنش يشخص انه يطاول عليه بكلمه او شيء من هذا القبيل. الى انا احيي نعم تفضل. الى 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 كان في حال هذا بين قوسين اللي كنسميهم بالميكروبات والجراثيم البشريه، وبما انكم سيدي يعني شنفتم مسامعنا وذكرتمونا بالحسن الثاني رحمه الله عليه، الا كانوا في وقته هادو ما كانش غادي يكون يعني المواجهه ديالهم بحكم ويعني جزاء وفاقا ويكونوا عبره لمن لا يعتبر. نعم اخي الكريم، نحن لا نقل من جلاله الملك محمد السادس، الملك طيب الحبيب على قلوبنا، ولكن في عهد الحسن الثاني لو كان هذا الشيء اللي كنشوفوا دبليو كنا اليقين ان سيكون العقاب شديد وتدخل سريع، لكن اليوم كنشوفوا بعد لا نقول استهزاء من السلطه حاشا ولله، هذا الشيء ما يمكن شيء. لكن احنا لو ولينا بلد ديمقراطيه، بلد الحريه في الراي، بلد الحريه في التعبير، لكن عندما نتجاوز الخطوط الحمراء هنا يجب التدخل السريع من السلطات ومن النيابه العامه ومن الشرطه ومن الامن ان يحد من هذه المهزله، هذه مهزله ولينا كنعيشوها. ايوا سيدي الا ما كانت الهويه نشطار سبينا الملك نتاعنا الحبيب الغالي على قلوبنا ولم يتم توقفها ومحاسبتها. ايوا سيدي غدا غادي نشوفوا واحد اخر ونشوفوا واحد اخر ونشوفوا واحد اخر وتولي بلاد السيبه هذه. دابا المشكل هو من بعد ما خرجات وتبارطاجات وشافوها الملايين ديال الناس عبر يعني كثير من المحطات، فخرجات وحده وكتقول حتى انا غدا نسب الملك، وكتقول بين قوسين يعني بين قوسين وناقل الكفر ليس بكافر، هذه وحده عندها قناه كتقول الملك وجد راسك، حتى انا غنبدا نسبك باش يبارطاجيوني حتى انا وباش نتشهر حتى انا.
نعم، اذا انا وصلنا لواحد المستوى نتاع كما كنقولوا فتنا ذاك الخط نتاع الاحترام نتاع التبادل، يعني الراي المغربي واحترام الرمز الملكي اللي هو مقدس عند المغاربه، ولينا من هب ودب انه كيقول الراي نتاعو في هذا الوطن الحبيب نتاعنا. انا اقول لك اخي الياس، كل ما يرى يجري في الفيدك وكل ما نراه في القنوات نتاع الناس الا هم مدعمين من جهات الغرض نتاع زعزعه النظام والامن واستقرار المملكه المغربيه، ولكن هيهات هيهات اخي الياس، المغرب بلد القانون، بلد الدستور، بلد قوانين صارمه، وغادي يتاخذ في حقهم المسار القانوني حتى لا يمكن لاحد اخر ان يتهجم على هذا الوطن الحبيب نتاعنا وعلى الرموز الملكيه. وغادي نعطيك واحد الكلمه للاخي الياس مهم جدا، احنا في التيك توك مع الدكاتره كالصنيبي وكمنار السليمي عبد الفتاح نعوم كنحاولوا ما امكن اننا نوضحوا للشعب المغربي ان هناك بعد الجبهات ارهابيه باغا تخل وتقطع المملكه المغربيه في عدم الاستقرار وفي زعزعه النظام نتاع الامن نتاعنا والاستقرار لهذا البلد. انا احييك من هذا المنبر اخي الياس عن الشجاعه نتاعك، واحييك على الموقف التمغربي نتاعك اللي عندك وعند جميع المغاربه. حياكم الله، بقاو في هذا المنوال، واصل في هذا المنوال اخي الكريم. ذكرنا 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 الله يجازيك بخير بالقولة ديال الحسن الثاني لي على من الناس. والله العظيم اخي الكريم نحن دائما في مواجهه شرسه مع هؤلاء الناس اللي هما بين قوسين مدينه الجزائر، دائما نقول هذه القوله ليعلم الناس مع من حشر الله في الجوار. كما قال الحسن الثاني رحمه الله عليه، احنا ما بغيناش كولومبو يعترف لنا بمغربيه الصحراء، احنا بغينا العالم ان يعلم مع من حشر الله في الجوار، لان هذا الجوار 50 سنه وهو كما كنقولوا واقف لنا حائطا مانعا، وهو العنصر الوحيد في هذا النزاع نتاع الصحراء المغربيه ونتاع الوحده الترابيه نتاعنا. ولكن هيهات هيهات، الملف انطوى والحمد لله، عندنا سياده دبلوماسيه، عندنا سياده بقائدنا الحبيب الغالي على قلوبنا هو جلالة الملك حفظه الله ورعاه وشفاه من هذا النبر. تحية طيبة إليك أخي إلياس، عاش الملك، عاشت المملكة المغربية ولا عاش من خانها، ودمت في رعاية الله وواصل، جزاك الله خيرا وإلى اللقاء. بارك الله فيكم أخي هشام من فرنسا، لقد شنفت مسامعنا بالصوت ديال الحسن الثاني رحمة الله عليه، وأرجعتنا يعني إلى حياك الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخ هشام أول مرة كنتشرف يعني بالمداخلة ديالو، وسمعته مرارا وتكرارا يعني في منصات في تيك توك، يعني مع إخوان مناضلين ومع دكاترة ومثقفين، والصوت سبحان الله يعني كما سمعته يعني سبحان الله الصوت، وكأن الحسن الثاني كيتكلم معك عليه رحمة الله. إذا نأخذ مكالمة من المغرب ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الفاضل، اسم الفاضل؟ محمد من مدينة الناظور. محمد من مدينة الناظور، مرحبا بك سيدي محمد، وتحية لك وتحية للناس ديال الناظور العزاز. سيورة مازيغ انت عرفت الله يحفظك، الله يبارك فيك ويمورك، راك كبرنا القدمة وخمقا يتقاتلنا على هذا على هذا الشيء اللي كنشوفه واللي كاين مع هذا القوم هادو، يعني واحد العدد اللي طغاو بزاف، يعني خط القانون يتدخل على السهوله ما تعرفهاش كتكسر الساره، يعني ولات واحد العدد منهم هذاك اللي كيدافع على فلسطين اللي كيحسب راسو مدافع على فلسطين، داك الشيوعي فوقاش ولا مسلم وعادي للرخيط وما جاوره، مع هذا العدد الخوانه كيخصم الاعتقال بزاف كثروا. نعم. وهاد العاهره هذه اللي كتسب الملك والعاهرات اللي كيتضامنوا معها هادو كل شيء خصم عقوبة، علاش التساهل؟ ما فهمتش أناش من قيمة عند هادوك اللي غتساهل معاهم الدولة لهالدرجة هذه، فين هاد الوزير ديال الداخلية؟ فين هاد الحموشي؟ فين هاد المسؤولين اللي كيخليو هاد التفاهات أكثر وتكثر؟ هاد ولي هاد الصحراء طبيعية دابا ما يبقى غيزيدوا يكثروا. مشكلة مشكلة يعني. والله
والله اخواني ده انا من خلالك اخي محمد من ناظر من خلالك اسمح لي اخي محمد ديال الجمعيات اللي كيدافعوا من مع المهداوي وكيبقاو يجروا مرشي خائن من كيتعتقل شي خائن اليوم يعني بهذه القضيه الوطنيه اللي فيها جلاله الملك لا نسمع ولو نباح كلب ومن خلالك سيدي محمد غادي نشوف انا باغي نطرح سؤال باغي غير نجرب شكون الاخوان من اللي سمع السب والقذف في جلاله الملك من طرف الراقصه الوسخه الميكروبه شكون فيكم اللي مداهش الناس بصراحه الا شي واحد اولقى صعوبه في الناس يكتب لينا رقم واحد شاداني بعض المرات كيبقى يفكر بنادم كيقول كيفاش هاد السيده هذه واش غيتدخل بنادم بيدو ولا شنو هاد الشيء راه كاين قانون في البلاد خاص السلطه تتحرك هادو راه واحد الكيلاب ديال واحد العدد ديال الكيلاب لا من الجمعيات ولا من المسؤولين ولا من المحاميين اللي كيطيروا مورا المهداوي ومورا الخوانه كيتشد واحد الخائن ما يتواشط لا كيطيروا دابا كلب واحد فيهم ما خرج يهضر على هاد العاهره اللي كتسب الملك والعاهره الاخرى هي خفا العتيق على ديك العاهره اللي كتدعم الجزائريين ديما كتسب المغاربه داك الكلبه هادي عايبه صاحبي هاد التناخف هذا كله هاد السلطات ميته لهالدرجه تصرف علينا واحد العدد ديال الكلاب هي فاطمة أبو غالب قالت لك أنا بكيت وما زلت والله العظيم شحال وصلوني الرسائل ديال مواطنين ومواطنات والأغلبية نساء حرائر وطنيات ملكيات ملي كنقولوا ملكيات اللي ما كيربحوا حتى ريال حبهم للملك هكا لله حبهم للملك والله كيبكيو بالله البكاء وشوف دابا هنا دابا حنا طرحنا السؤال شوف شحال من واحد وشحال من وحده كاتبين رقم واحد وشحال من واحد كيقول لك بكاء انا والله العظيم اخوتي انا ماشي غنحلف وهادو ما يمكنش نكذب والله ما داني الناس تطلع النار والنوض ونجلس عرفتي كنتقطع سيرتو ملي سمعت اللايف ديالها كتسب الشعب المغربي هكا كاينين شي بنات الله الا كيفرحوا بالله العظيم الا كيفرحوا وطنيين حقيقيين ومن كيدخلوا في شي لايف بعد الرجال خوانا بعد الكلاب منهم داك عبد الله الروكان ولا داك عبد الله اللي معاه ولا مع داك الاخرى قال لها ماجي كيوصل لسميتو راه حقها شوف سمع السنايبي قال لك دكتور فين قاري هذا شو سمع هذا راه كيكرهوك حيت كتدافع على فلسطين وهي الصحراء المغربيه ما قدرتش تقولها كتدافع على فلسطين كتقصد اخي محمد واحد المجموعه اللي كانوا كتقصد اخي محمد واحد المجموعه كتقصد في التيك توك اللي كانوا كيدافعوا كانوا محاميين ديال اسعد الشرعي ودابا ولاو محاميين ديال الخائنه ديال الصحفيه اللي كانت مع فرنسا 24 ياك نعم هذوك الخوانه عرفتهم كلاب دار الله راه كنشوفهم الوجه ما عنشمهم الكلاب شكرا واحد الكلاب كاين في التيك توك هذوك اللي حضرت منهم راه كيضرب الوطنيه قالوا كيخطر من الجزائر دافع على فلسطين وقالوا له شوف مثال ديال الصحفي عبد الصمد وانا عبد الصمد كنعرفو مزيان راه عندنا شويه العائله مع واحد المرت عمي راه من عائلته راجل مواطن حر قال لها وهما كيقولوا عبد الصمد راه اعتقل عبد الصمد راه تخلى عن الخدمه راه ما تخلاش عبد الصمد قبل وانا عندي الخبر مؤكد من المقربين بان عبد الصمد ولا هذاك الصحفي اللي كان في فرنسا ما تخلاوش عن الخدمه مقابل المغرب وماشي عن الوطنيه وراه كان عندهم مصلحه باغيين يديروا مشاريع وكان سمعت الميكروبات سمعتهم حذاري يا خوتي ماشي وحدين كيدهزوا على الراجل صاحبي الحر سيدي ديال الخانه ديال طنجه وكذا مع هاد الكلاب هادو كيقولوا القروش وكذا واحد المجموعه ديال ولاد السوق لا عرفتهم ومتبعهم ومتبعهم وكنشارك هما الاخطر على المغرب اكثر من البوليزاريو كواحد صاحب خبره في هاد المنظومه داك المهداوي وداك الجمعيات الخوانه فين هاد الشيء اخي محمد كنحس بيك كنشعر بيك اخي محمد الخوانه وهاد الجمعيات الخوانه كيديو الدعم من الدوده وكيبيعوا الوطن جربين ماشي ومينو من نموح العادات فين راه وزير العادل حتى هو فين راه اللي كيبقى يدعى عن التفاهات وكيخلي المناكات وقع نسناغ ومينو جربين ماشي نسناغ ومينو نسناغ والله يا خويا الفقفة بالله العظيم كتشوف هذا الرخص كتبكي عليا باش البصري والحسن الثاني شكون كان كيتجرا يدير بحال هذا الشيء هذا اخر كلمه بالريفيه الله يخليك اخر اضافه ايوا نتمنى بالريفيه السي محمد هذيك الخدمه الناس ما يقيموا السيده شنو الملاقه السيده تصرات التصميم بان شنو والخوانه الله يرحم الوالدين سيدي محمد شكرا جزيلا لك وانا شوف نقول لك انا راه العظيم كنتبع اللايف ديالك راه ما كتكونش عندي فرصه انا ما عنديش مع هذا المكان ما عنديش شي قناه ولا شي موقع باش ندخل كنعلق وصافي راه يمكن تكون تشوف التعاليق كتبرد لي قلبي نساو بعد شي وحدين هكا اما داك الكلاب الخوانه داك اللي كيبصروا الكلاب وكيبقاو يتسوقوا اللي يسوى واللي ما يسواش صافي كرهت بهذاهم وليت كندخل ندور دوره في اليوتيوب ولا كتشدني الفقصه عليهم كنقول شي شاد الكلاب شاد ضالين بارك الله فيك
كيفاش كيرخصوا الوطن ديالهم ويرخصوا سميتو بحال هاد الكلبه هادي ديال الجزائر. علاش علاش يتراقبوا بهذيك المصيبه؟ الحبس الحبس عطيني دابا الحبس والله الا حس بك واضح حتى الناس حاسين بك يعني 4 شهور ويجري على قبل ما تختفش عليه حتى الماكله والماء في الحبس. العز لخوتنا رياف الحرار والعز اللي كانت الاخ يعني تبارك الله عليك سيدي محمد، شكرا جزيلا لك. الله يبارك لك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. يعني انسان كيهضر بحرقه ومتبع كل شيء، عارف كاع العدميين والخونه الداخل، عارف كاع الكلاب الضاله ديال التيك توك. لان لا جاو يقول لك انا مع البوليزاريو ولا مع الجزائر ما تصنتوا ليهمش، لا هما كيدخلوا لك بعشا الملك. ردوا البال من هذه النقطه، ردوا البال. بارك الله فيكم على اقتطاع هذا الوقت، هذا اللايف كان طويل وخديتوا من وقتكم، كنشكركم من القلب على انكم كتثقوا في عبد ربي، كتثقوا في هذه القناه. نتمنى تكونوا استمتعتم نوعا ما، تكونوا استفدتم يعني من بعض الحويجات. وطبعا احنا شركاء مع بعضنا، احنا في القناه كاسره، كأسرة إلياس نيوز تي في وإلياس نيوز وان، كشركاء في الدفاع عن الوطن، كشركاء في النضال، كشركاء في الصمود. بزاف ما كيبغيوناش، بزاف كيكرهوا التوجه ديالنا لأنه ضد التوجه الشيطاني الخبيث والماقيت دياله. ولهذا أصحاب الأجندات إلى الجحيم، حنا ما مع حتى شي فرقة، ما مع حتى شي طائفة، ما مع حتى شي جماعة، ما مع أصحاب الأجندات، ما مع أصحاب القنوات ديال أعطيني نعطيك. حنا أصحاب رأي، صحاب شجاعة، لا نخاف في الله لومة لائم، وفاش ما بغات تخرج تخرج. الله الوطن الملك، والله يجعلنا من الصادقين. كان معكم حبيب الجماهير وصديق الملايين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.